ليش ما بتأجل لحتى يطلع من الفيلا وبتجنبنا الاصطدام مع حدا؟ سيدي أنا خايف أفلت من إيدي. العملية جوات الفيلا مضمونة 100%. يا رؤوف، الدخول لأي فيلا تهور، وخاصة إذا عرفنا إنها لشخص كبير. بس كبير ما بصير يكون عم بيتعامل مع مشبوه. سيدي هلأ خلص، أجل الموضوع لبكرة. سيدي ما في وقت لبكرة، أنا هلأ بدي الموافقة. أنا ما فيني بعطيك موافقة، أنت قدر الموقف وتصرف، بس بدك تكون على دراية تامة بالنتائج. الموقف مثل ما أنا قلت لكم يا سيدي. أنت ضابط عمليات هلأ، وتقديرك للموقف ممكن يكون أدق. سيدي فوت ولا ما فوت، أنا بدي أمر عسكري واضح. بكرر، أنت قدر الموقف وتصرف، بس أنا ما بشجع الدخول على الفيلا قبل ما أعرف مين صاحبها. تصبح على خير. شو سيدي؟ تهرب من القصة كلها بعد ما أعرف إنه في مسؤول كبير بالنص. طيب شو نتصرف؟ ما عم بقدر أخذ قرار. سيدي الأسلم نتابع أبو نبال بعد ما يطلع من الفيلا. نور الفيلا يا عروس. إيه جابر؟ صحة وعافية. على قلبك سيدنا. ما سمعتنا صوتك، ما حكيت ولا كلمة خير. والله يا سيدنا ما بعرف، يعني شو بدي أقول لك؟ ما عم يطلع معي كلام. بدلني رأيك بالعروس؟ أنا منقي لك أحلى صبية بالشام كلها. هذه خزيت العين وإن شاء الله فيها البركة. الله يبارك فيك. فيها البركة ما اختلفنا، بس يعني شو رأيك فيها؟ أنا بحكي عنه معلم، لسه لسانه مو بقالش على الحكي. اتركه هو يحكي. ولك يا جابر، سيدنا عم يسألك عن مواصفاتها، يعني قل له تمها مثل الكرزة، خدودها بتخلي الصايم يفطر، ولكن طوق. أبو نبال. عفوا سيدنا، بس عم علمه. بلاش طرفك هلا، أجلها. حاضر. إيه جابر، قل لي شو رأيك؟ حلو عروستك ولا لا؟ والله يا سيدنا ما بعرف شو بدي أقول لك. أحسن من طليتك. شو بك جابر؟ ليش ما عم تجاوب؟ شو بنقول لك جابر؟ سيدنا عم يسألك ما ترد عليه؟ والله يا سيدنا، يعني أنا الحقيقة بعمري ما خطر لي إني قارن بين طليقتي وأي حدا تاني. شوف مسيو جابر، أنا ما بيهمني إني أكون أهم من حدا، أنا بيهمني شغلة واحدة بس، إنك تكون مخلص. أنا بعمري ما خنت مرتي. حلوة. أنت فهمتني غلط، أنا قصدي تكون مخلص للشغل اللي بيننا، للبزنس يعني، وغير هيك أنت حر. شوف جابر، اللي بتوصله شهناز بأنه زواجكن مجرد خبر للجرايد، وممكن يوقف عند هالحد. كيف يعني سيدنا؟ يعني أنت زوجها بالاسم، بس ممكن، ها ممكن تتطور علاقتكن وتصيروا زوجين عن جد، بس هذا الشيء بيرجع لكم، أنا ما دخلني. ماشي سيدي. مبروك. مين هالحمار؟ دخيلكم، انا مش بدكم دخيلكم. لحقني انا من هربان منه.
بخيلك ولا نفس ولا بخيلك. أنا بجيرتك ولا تخرج. ما بعرف مين لحقوا له. الأمن. شو عمل؟ واحد من الحارة نصفني تقرير. هلا أنت بتعرف لوين فايت؟ لا والله، لقيت حالي هون، قلت بطلب حمايتكم. شو بتشتغل أنت؟ أستاذ مدرسي. وشو التقرير هذا اللي بيخليني الحقوك لهون وتهرب منه وتوصل لعندي؟ بس خليه يفلتني شوي. خليه يفلتني لأقدر أحكي لك، راح أموت، راح يخنقني. شوف عنه بالبال. احكي له شوف. بس دقيقة. بس لا أخذ نفس رح أموت. سيدي شو عم تقول؟ يا رؤوف الأوامر مو من عندي. أنا حكيت مع القيادة وكان هيك الرأي. اسحب عناصرك وارجع على الفرع. سيدي ناصر صار جوا، مستحيل انسحب. رؤوف لا تخرب الدنيا فوق راسك، هذا امر ما في اخذ رد، ممنوع الدخول على الفيلا. سيدي الموقف بيتحمل اي تراجع، مستحيل الانسحاب، مستحيل سيدي. والله بدك تتحمل مسؤوليه طيشك، انا قلت لك انه ما بشجع الدخول على اي فيلا. طيب والحل؟ حكيت مع القياده واجت التعليمات يلي بلغتك اياها. مع السلامه. يا عمو على كيفك. وبعدين ما اخذت نفس؟ اذا بتريد والله لسه نفسي مقطوع. طيب هويتك؟ ها؟ هويتك؟ هويتي ما معي هوية. راجع بير خافت شو للحمار. اهلا اهلا عطيه لسيدنا. عم اقول لحالي الدقه مو دقه استاذ مدرسي. هاي هويتك؟ بلش تاتك. أنا يا شباب اليوم في حكاية كتير حلوة رايح أحكينا إياها سيادة المساعد أول ناصر، بس بعد ما أعمل هالتليفون الصغير. يا سيدي بس خلص. يعني بتعرف سيادة المقدم، أنا خبرتك من حرصي على سيادة المقدم رؤوف. الرجل صديقي وما بدي يتهور بقصة كبيرة. الله يجزيك الخير وشكرا أنك بلغتني. سيادة رئيس الفرع هلأ أكيد بيكون حط حد لتهوره، وهذا بفضلك. ولو أقل من الواجب، يعني هيك أنا بكون حسنت أحمي صديقي بدون ما يعرف. لا طبعا طبعا، ويا ريت نضل على تواصل مشان نحن اثنين نحميه من تهوره، ما هيك؟ أكيد أكيد أكيد. مرة تانية لا تواخذني على الإزعاج، وتصبح على خير سيادة المقدم. أهلين دكتور. ولو كمل. سيادة المقدم طلب أنه نقتحم الفيلا بهذه الطريقة.
جد؟ ودخلك يعني سيادته ليش ما اقتحم؟ ما بعرف، بجوز يكون صار معه شيء. ومن اللي على بيتك ومن تم ساكت، وبكره لكل حادث حديث. سيدنا معقول خليه يروح هيك؟ ايه طبعا طبعا، بس خلي هويته معك. سألك بعدين يا حيوان. ابو نبال بدون ولا كلمه خليه يروح وتعال نكفي سهرتنا. ارسان شرف. الله بيحبك. يا بتسبقني يا بسبقك، لأنه واحد منا لازم يخلص على التاني، وأكيد العقل لازم ينتصر على العضلات، هيك التاريخ بيقول. بس يا خوفي التاريخ يغير رأيه على حظي. بتكون كملت معك يا صباح. سيدي ليش بقتحمت الفيلا؟ شو صار معك جوا؟ شو هالسؤال سيدي؟ تبهدلت وتزليت. بوس ايدك تلي شو اللي صار؟ رئيس الفرع موافق نفوت. يا سيدي بس انا انخرب بيتي، ضربوني واخذوا هويتي وما بعرف بكره شو ممكن يصير. كان ما يوافق وقت كنا برا مو بعد ما فوت. هيك صار. شو يعني هيك صار؟ وطي صوتك. وطي صوتي؟ اذا بتعرف حالك ما بتسترجي تعمل شيء لموافقة رئيس الفرع، ليش بتخليني فوت هالفوتة؟ ولك حمار حاجة تعلي صوتك. بعرف اني حمار. حمار لأن إيدك اليمين اللي بتقطعها إمتى ما بدك. لك شو بصر لك يا بنيان؟ ما بيصير سيدي، بأي شرع بتخليني فوت هالفوتي إذا بدك تتراجع؟ أنا ماني كلب ترميني وقت الزنقة.